كثيرة بعد، وخصوصا مع الحدث اللي حصل على الحدود الولايات المتحدة واستخدامها الفيتو ضد إعلان الدولة الفلسطينية. هو ده بقى السؤال، كل هل دي زي بيقولوا قرابين؟ يعني هل الخطوة دي أو الصفقة دي أو أيا كان، هل ده قربان كده؟ بس يعني في نقطة مهمة كنت عايز أقول لحضرتك، فكرة الضغوط اللي كان بيتعرض لها نتنياهو بسبب شاليت الجندي ده الأسير، لأن أهله ومنظمات حقوقية كثيرة داخل إسرائيل اتهمت نتنياهو بالتفريط. وزي ما حضرتك عارف إن عدد اليهود قليل، اولا مش بيتجوزوا كتير، مش بيخلفوا كتير، ديانه غير تبشيريه، بمعنى ان اليهود ما بيروحوش يبشروا المسيحيين او المسلمين او الملحدين يقولوا لهم ادخلوا في اليهوديه، ده هم من حقدهم بيعتبروا ان الديانه اليهوديه هي الدين الوحيد الحقيقي في العالم، وبالتالي بيستخسروا في الباقيين انهم يدخلوا فيها عشان ما يدخلوش الجنه. صعب جدا. يعني شوف التفكير حتى، يعني ما بيحاولوش يدعوا حد لليهوديه، عايزين لك الجنه بتاعتنا احنا، مش عايزين حد يجي يدخل الجنه. فعددهم قليل، فحريصين جدا، يعني حتى القران يقول لك ايه، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. يعني فاليهود بطبيعتهم، وبالتالي فكرة اختفاء جندي أو أسير أسرته ومنظمات الحقوق، ما هو قال لك أسير يعني ب5000 ومثلا، بس هل ده كل على فكرة الشاليت ده يمكن ما نقولناش أو نوع فرنسي فرنسي ففرنسا ضغطت على هذا من ضمن الضغوط. طبعا بس وفي الاخر كل الاطراف كسبانه. بس مش الدلاله هذا التوقيت، يعني هل ده ممكن ياثر في عمليه اعلان الدوله الفلسطينيه اللي بيتم يعني محاربتها بكل شراسه وبكل شراهه من قوى العالم العظمى؟ والله انا لا اعتقد هذا، لا اعتقد هذا. الدوله الفلسطينيه ان شاء الله ستعلن، الجمعيه العامه ممكن تعلنها، طبعا مجلس الامن امريكا اعلنت رسميا انها هتستخدم حق الفيتو، وده قد تكون له ردود فعل عنيفه جدا جدا في الشارع المصري والعربي والاسلامي. يعني انا الان من هذا التطور. وهل حضرتك تتوقع ان ممكن يحصل مثل هذه الصفقات مره تانية في تبادل اسرى ما بين مصر وما بين اسرائيل، ما بين فلسطين وما بين اسرائيل مره اخرى؟ يعني هل هنشوف ده تاني؟ مش بس تبادل اسرى، خطوات في عمليه السلام يتم احيائها تاني بعد ما كانت بتركض الحقيقه. فيما يتعلق بالدوله، احنا عايزين نميز ما بين طريقين ممكن يسلكهم الفلسطينيين، مجلس الامن او الجمعيه العامه. مجلس الامن هو اللي بيدي صلاحيه اعلان دوله كامله السياده. هي الدولة ايه في العلوم السياسية؟ حكومة، شعب، اقليم، سيادة. الاربع عناصر دول هما العناصر الاساسية للدولة، دول مجلس الامن اللي بيديهم. ولكن الجمعية العامة بتدي دولة ناقصة السيادة، بمعنى انها تديك كل حاجة ما عدا السيادة. يعني ممكن تديك عضوة اليونسكو، ممكن تديك عضو منظمة الأغذية والزراعة، عضو المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما تديكش مقعد داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإذا الفلسطينيين لجأوا إلى مجلس الأمن، أمريكا هتستخدم الفيتو، وبالتالي مش هياخدوا دولة كاملة السيادة. بيلجأوا إلى الجمعية العامة، غالبا بياخدوا موافقة من الجمعية العامة، بس بتبقى دولة ناقصة السيادة لها تمثيل في بعض المنظمات الدولية. ودي خطوة بالمناسبة ليست بالقليلة. لا يستهان بها. بالضبط. والأرجح إن هو ده اللي هيحصل. طيب الكاتب والصحفي الأستاذ شريف الشباشي، نورتنا يا فندم النهارده ومنورنا، ونهار حضرتك سعيد. استاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، نورتنا يا فندم، ونهار حضرتك أكيد سعيد. واكيد هيكون لنا يعني بعد حضرتك يكون لنا فقره ان شاء الله كامله عن مستقبل مصر بعد الثوره، هذا الكتاب الجديد، نتكلم ونشوف التحليل ونشوف كمان البوك سايننج وكله، فيا ريت تكون معنا مشاورتنا تاني في هذا الموضوع. اشكرك. طب كان يوم ايه؟ كان يوم لطيف جدا والله يا شريف. كان يوم زاخر. لا كان يوم زاخر، واتكلمنا في حاجات كتير جدا، واتكلمنا في مواضيع مهمه جدا بتهمنا وبتهمكم وبتهم كل المصريين. نهاركم سعيد، ويا رب دايما بكره احلى على مصر وعلى كل المصريين. سلام.